بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا ساكنه الديريه على الحضور المتميز ديالهم في هذا النشاط الرياضي بمناسبه اليوم العالمي للمرأة، كما اتقدم بالشكر الجزيل لجمعيه فضاء اخضر بدوار الديريه وجميع وبعض اعضاء المكتب المسير ديال نادي اشبال العرائش، الاخ راشد الريانيه، الاخ العسل المغيطي، الاخ عبد الوس العام، الاخ محمد النوار على الحضور المتميز. وبالنسبة للتظاهر أول مرة كتنظم هنا بدوار الدهيرية من تنظيم جمعية الفضاء الأخضر، الحمد لله كانت نتائج جد متميزة، كاين مستقبل إن شاء الله زاهر العدائين ديال المنطقة، يعني تنقصه فقط يعني التدريب، فقط التدريب هي اللي كتنقصهم إن شاء الله. حنا الأعضاء ديال الدوار الدهيرية توما معنا في المكتب المسير في العالم القيوة، يعني غنديروا واحد الشراكة إن شاء الله ونحاولوا نقتطبوا هذه المواهب اللي كاينة هنا في الدوار الدهيرية، جميع الفئات العمرية، براعم، صغار، فتيان، شبان، كبار، كتاكيت، باش ندمجوهم في نادي أشبال العرائش على العاب القوى ويبقاو يمارسوا التدريب ديالهم بصفة دائمة ويشاركوا في السباقات الوطنية والإقليمية والجهوية، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ومزيد من العطاء.